شاء الله الاهلي يكسب ويجيب بطوله جديده يقدر يضيق الخناق على ريال مدريد ويصبح اول فريق عربي ياخد بطولات في العالم كله. الاهلي هيكسب طبعا، يعني 3-1 2-1 ان شاء الله الاهلي هيكسب يعني، والنتيجه ان شاء الله تبقى 2-1 باذن الله يعني. ان شاء الله باذن الله تعالى الاهلي هيكسب الماتش ده باذن الله تعالى، يعني ان شاء الله الاهلي هيكسب 2-0 باذن الله تعالى. هو صعب اوكي، بس ان شاء الله هنكسب بروحهم وهم رجاله يعني، ان شاء الله هنكسب باذن الله. سهل جدا ان شاء الله، والاهلي هينتصر ان شاء الله وهيغلب ان شاء الله. نعمل ماتش كويس جدا جدا، يعتبر الاهلي يعني فايق الفتره دي ومقدم مستوى جميل جدا في الدوري، وترتيبه في الدوري يعتبر يعني ممتاز جدا جدا، فيعتبر الاهلي فايق الفتره دي.